ربيع ريفي من قناة ريفي أرث لتعليم الرسم. أتمنى تكونوا عم تتابعوني لحتى نتعلم سوا كيف نرسم زيت ونحاول نعرف كيف نبلش اللوحة من الأول للآخر خطوة خطوة. اليوم هنحاول نرسم أو هحاول نشوف كيف ممكن نرسم الجبال بطريقة كيف نشوف دارك اريا أو لايتس اريا، يعني وين في يكون في لايتس، كيف نطلع اللايتس وكيف محل يكون في دارك، من وين الضوء جاي وكيف ممكن احنا نرسم. أول شيء بنبلش بنحط الخطوط كيف نحن الجبل بدنا شكله، ممكن يكون نحن بدنا شكله في عنا ممكن عم نرسم جبلين ثلاثة أو أربعة أو واحد. مش مهم كتير تركزوا على التفاصيل، نحن هلا ما عم نحاول نختار الألوان اللي ممكن تحبوها أو ما تحبوها، لأنه كل صورة ولها ألوان. نحن فينا نغير اللون اللي بدنا اياه، نستعمل الالوان اللي بدنا اياها. بعد ما نشوف الشيء بنحاول نحن ننزل اللون لتحت حتى نحاول نحن ما نخلي كل الالوان مع بعضها او تكون مجمده. نبلش نحط الألوان على النايف، نبلش نحن ناكل هيدا الطرف. مش مهم كيف ممكن يطلع اللون، كيف تطلع ما تفكروا كتير بالديتيلز، ما تفكروا كتير بالديتيلز التفاصيل. ضروري نروح اللون البني اللي موجود نخليه، بس نحاول نورجي في عنا انعكاس للضوء.
نشيل فرشية نظيفة ونبلش نعمل تحت. ونرجع كمان نتأكد إنه الفرشية نظيفة. نرجع بالعكس. بتحس انه في صار مسافة بعيدة، سو لما هلا انت تبلش ترسم من هون بتحس انه الجبل بعيد عن اللاندسكيب اللي انت عم ترسمها بشكل من هون. يمكن بدنا نحط مثلا، يمكن بدنا نرسم شجر، بدنا نرسم نهر، بدنا نرسم شلال. فانت بهيدي العملية اللي عملتها هيك انك انت عم تنزل لتحت ونرجع نطلع لفوق، عم تخلي الالوان تبين انه هي هيدا الجبل بعيد. لاحظوا بالجبل في عدة ألوان، بتلاحظ إنه في اللون الأزرق، في اللون الأبيض، في اللون البني، في اللون كذا لون. هيدا الأشياء اللي هي بتعكس الألوان تاعت الطبيعة، لون السماء، لون الغيوم، ضوء الشمس. هيدي الأشياء لازم كلها تكون موجودة. فينا نعمل شوية إضافات، نحط لون أبيض أكثر على القمة مثلا. ورجي كاتكس شيرس بتبين انه انت في تلج، بتبين بشكل اكبر. قلنا ما بدنا نركز هنا على انه والله التفاصيل الصغيرة، لا في اشياء مش بالضرورة انه تبين كلها انت 100% مثل ما هي. بكره نشرح ليش عم نرسم بهالطريقه وشو الانواع تاعت الرسم، يعني في كثير انواع من الرسم، نحن ليش بنركز هلا على هيك؟ لانه هلا نحن بدنا نشتغل بهالطريقه، كمان بكره بنرسم بطريقه ثانيه تورجينا التفاصيل الصغيره اللي ممكن نحن نوصلها. سو انا بدي اشكركم، بتمنى تتابعوني بالسيشن اللي جاي او بالكلاس اللي جاي، رح نتعلم كيف نكفي اللوحة للآخر بالأشجار، بالماي، يمكن حيوانات، يمكن شيء تاني. فأتمنى تابعوني على يوتيوب ريفي آرتس، أو على البيج على الفيسبوك كمان ريفي آرتس. Thank you.